الإسلام لا يجيز ضرب المرأة، وكرم الإسلام النساء بصورة كاملة من القرآن باسمهن. كنت أقول عن العيد الحب ويوم الحب، الحب ما يحتاج ليوم، يتخصص له، لأن هذا التمثيل وإعطاء الوردة والظهور بالحب هذا أول ما مثلوه الممثلين بهوليوود. وإذا تستطيع الأخت سلطان بأن تعطيني نموذج واحد من الممثلين الذي مارسوا هذه الحالة بعيد الحب وإعطاء الورود والغبلات، بأن تعطيني نموذج واحد من الممثلين بهوليوود دام الزواج عندهم أكثر من 5 سنين. شكرا عزيزي، وصلت الفكرة، وصلت لك أخت وفاء، دكتورة وفاء. أخي علي، الممثلون في أمريكا لا يمثلون إلا جزءا ضئيلا يكاد لا يرى حتى تحت المجهر من أغلبية الشعب الأمريكي. تقول الحب لا يحتاج إلى عيد، الحب يحتاج إلى أن نصنع من كل يوم عيدا له. تقديم الورود له دلالات نفسية، تقديم الورود سواء في الجنازات أو في الأعراس أو في أعياد الحب أو في أعياد الميلاد له دلالات، له تأثير على النفس. معظم الدراسات التي تمت في أمريكا على جو العمل، لاحظوا أن وجود نباتات وورود في المكاتب يخفف من ضغوط العمل. تصور باللاوعي يخفف من ضغوط العمل على عن الموظفين الذين يعيشون في تلك المكاتب. كل شيء له دلالة وكل شيء له أثر. لا يغيب عندما تقدم وردة لزوجتك لها معنى، ولا بد أن لها تأثير نفسي جميل على تلك السيدة. والقضية هنا صدقني ليست قضية تقييم ورود وليست قضية الاحتفال بعيد الحب، فلقد أشرت في بداية حديثي على أن لكل قوم عاداتهم وخصائصهم وهويتهم، وأنا من أكثر الناس احتراماً لهوية كل شعب. النقطة هنا ليست وردة، ليست تقديم وردة، ليست احتفالا بعيد الحب، ولكن النقطة أعمق بكثير من ذلك. النقطة هي المعاملة الجيدة. أنت تقول الإسلام كرم المرأة، كيف يكرم المرأة وهو يأمر بضربها؟ كيف توفق بين الضرب؟ أشرت في بداية الحديث على أن الحيوان لا يضرب. في حلقات السيرك، هل في حياتك شفت مدرب أو مروض للفيلة يضرب الفيل؟ الحيوانات لا تضرب. فالإسلام سقط بالمرأة دون مستوى تلك الحيوانات وأمر بضربها. ولذلك قلت وأكرر القول، إن الإله الذي يأمر بضرب المرأة سأضربه بفردة حذائي. شكرا أخي علي، أنت دائما تراقب البرنامج ودائما تطرح أسئلة علينا، ونحن سعيدون جدا بوجودنا معنا، ونتمنى أن تبقى دائما مشاهدا للآرام.